السلام عليكم. حلقتنا النهاردة هنتكلم على المبيدات الفطرية وازاي نستعملها على النبات وازاي نحافظ على نفسنا بالنسبة للمبيدات الفطرية. هذكر بعض الانواع وحسب المتوفر في كل بلد يجيبها، بس اهم حاجة من ده كله لازم نستعمل ادوات السيفتي بتاعتنا وهي الكلافز قبل ما نستعمل اي حاجة. المنظر ده ان صحتنا اغلى من اي حاجة في الدنيا، ويجي بعد صحتنا اي حاجة. لبسنا الجلابس، نلبس الماسك، نعمل النضارة عشان نحافظ على جسمنا الأول. إيه بقى المبيدات الفطرية المتوفرة عندنا؟ والله أنا جبت لكم على قد ما أقدر من المبيدات الفطرية اللي ممكن تكون متوفرة في كل بلد، وهي كالتالي: عندك تمام المبيد الفطري توبسين، وفي رودوميل جولد، وفي تراكسي، وفي بينيلت تمام، وفي ستلي توب. ده سائل. انا برضو بحاول انا اجيب لكم المبيدات يعني الحشريه، جبت لكم فيها السائل والباودر. النهارده برضو في المبيدات الفطريه جبت الباودر وجبت السائل تمام. طيب هنستعمل ازاي الحاجات بتاعتنا؟ هنجيب المبيد الفطري بتاعنا بالمنظر ده، ونجيب ورقة وإزازة المية بتاعتنا اللي احنا بنعملها، المعيار بتاعنا اللتر ونص، والبخاخة. طيب انا دلوقتي هاخد من باللتة دي، نجيب ورقة، معلقة الشاي الصغيرة، ملو المعلقة تمام، تمام ملو معلقة شاي بالمنظر ده، ونجيب الإزازة بتاعتنا ونرك كويس. طيب ده مقدار بسيط، هيجي واحد يقول لي معلقة الشاي دي تقريبا قد ايه؟ هقول له تقريبا حوالي 3 جرام 2 جرام في الحدود دي، ودي الكمية المناسبة للمبيد الفطري، ومحدش يزود ومحدش ينقص. يبقى احنا كده عملنا محلول من المبيد الفطري صلاحيته 6 ساعات. ليه انا دايما بقول 6 ساعات؟ ان في بعض الناس تقول لك هو صلاحيه المبيد قد ايه، ينفع استعمله كام يوم؟ طب ممكن احفظه في الثلاجه؟ اقول له لا، اعمل المبيد على قدك. عملت انا المبيد والمعيار بتاعي تمام، بحط في البخاخه ايا كان حجمها، عشان في بخاخات احجامها مختلفه، فبدل ما يحصل فيه لخبطه او في مشكله، لا انا بستعمل معيار واحد معايا على طول، اللي هي الازازه، سواء للمبيد الفطري او الحشري او الصابون السائل تمام. اسف معلش. ده بالنسبه للمبيد الفطري. طب انا لو عايز اعمل صابون سائل، صابون سائل هينفعني في الوقايه من الحشرات اهو تقريبا، عشان برضو يبقى كلامنا سليم. ادي المعلقة
اهو ملو معلقة واحد اتنين ده صابون سايل بستعمله في الإصابات الحشرية زي المن زي البق الدقيقي زي بعض الحشرات الذبابة البيضاء ينفعها برضو الصابون السايل. تمام، ونقفل الإزازة بتاعتنا اهو محلول من الصابون السائل. بستعمل برضو المعيار بتاعي اللتر ونص وبعد كده بحط في البخاخ. طيب انا كده عملت محلول المبيد الفطري، جبت لكم شتلة ورد جوري مصابة جدا اصابة حشرية قصدي اصابة فطرية بالتبقعات والالترناريا والكلام مليانة امراض فطرية زي ما انتم شايفين. طيب هرش ازاي؟ بجيب البخاخة بتاعتي وارش برضو كويس، اغسل النبات من تحت لفوق واجيب شوية على سطح التربة وارجع تاني من تحت لفوق بحركة دائرية عشان في بعض الامراض الفطرية واغلبها بيتركز على السطح السفلي، فلازم بعد لما ارش بمسك ورقة كده ده في مية يبقى كده المبيد جالي. طيب امتى الرش المناسب؟ الرش المناسب بيكون وقت المغربية. وقت المغربية ليه وقت المغربية؟ ان وقت المغربية بحافظ على النبات ان هو ياخد اكبر قدر ممكن من تعرضه للمبيد سواء الفطري او الحشري، سواء الفطري او الحشري، وان انا اديله فترة من المجال الواسع من طول الليل ان يكون المبيد مغلف، واغلبية الحشرات بيبقى النشاط بتاعها ليلي فيلاقي المبيد الحشري يموته. طيب الفطريات اغلبية الرطوبة تمام بتبقى موجودة فترة المغربية وفترة الفجرية، فلما يكون المبيد موجود معايا من المغربية كده انا ضمنت نسبة كبيرة من فعاليته. طيب الرطوبة بتيجي وقت الفجر، طب هو المبيد اصلا موجود معايا من بالليل فيجي عليه الرطوبة بتاعت الفجرية فيلاقي لما يحصل الندى والمبيد موجود ما يبقاش في عندي اصابة فطرية كتيرة. طيب برش كل قد ايه؟ كل 5 ايام بالنسبة للاصابة، وكل اسبوعين بالنسبة للوقاية، والوقاية الفطرية أفضل. في فطر مفيش فطر ادي، الحشري لازم يكون فيه الحشرة منعا لإهدار المبيدات. أمال الإصابة الفطرية أو الوقاية الفطرية بتبقى أفضل، سواء إصابة بدي مفيش إصابة بدي وقاية. وأتمنى تكون دي حلقة كويسة تفيدكم جميعا، وأي استفسار أنا معاكم، وكلموني على الواتساب لو في أي مشكلة عن طريق الصور وأنا معاكم في أي وقت. وتحياتي ليكم ومع ألف سلامة.